السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع فيه أدوات كتير جدا من أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو معتمد على جوجل اي اي وأزورا وأوبن اي اي. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات كتير جدا، زي مثلا الكوبي رايت، تقدر تكتب لك مقالات، ممكن تقول له عايز مقالة علمية، عايز حاجة للفيسبوك، عايز حاجة للبلوجر، عايزك توصف لي منتج معين. ممكن تعمل شات جي بي تي أو تعمل شات مع الذكاء الاصطناعي، ممكن تديله تكست ويحولها لك لصورة، ممكن تديله صوت ويحوله لك لتكست او تكست تو فويس، او تقول له اعمل لي كود برمجي فيقدر ان هو يعمله لك. يقدر يكتشف اذا كان النص مكتوب بالذكاء الصناعي ولا لا، يقدر يعمل لك فيديو. هو معتمد زي ما انت شايف على تطبيقات كتيره، فبدل ما يبقى عندك كذا موقع هو موقع واحد. فيه كوبي رايت، بتقول له انا عايز اكتب حاجه، فبيقول لك بقى انت عايز تكتب حاجه للانستجرام، للفيسبوك، حاجه لوصف فيديو مثلا على اليوتيوب، بدل ما تقعد تكتب هو يوصفه لك على طول. اي اي شات تقدر تدردش معاه، تقدر تكون صور لفان جوخ وما تسرقش من اي فنان روسي. كود كرييتور، يبدا تقول له عايز مثلا مشكله معينه وعايزك تحلها لي، فهو يبدا يجود لك الحلول. زي ما قلنا تكست تو فويس او العكس، فهو يعتبر بديل لبرامج كتيرة. أتمنى يعجبكم إن شاء الله. طيب خلينا نشوف السعر. مجاني بيديك 10 مرات في كل شهر، ممكن ب$28 في الشهر تحصل على مبلغ أعلى. أول ما تدخل بيقول لك اكتب الاسم والباسورد وتبدأ تستخدم التولز اللي موجودة.